طبعا احنا عارفين انه الفريق رجع يكمل تمريناته النهارده من غير اي راحه استعدادا لمباراه المصري. هنعرف اخر اخبار تمرينه النهارده من مراسلنا مينا ماهر. تحياتي ليك يا احمد، وتحياتي ليك يا ساره، وتحياتي لكل مشاهدي ومتابعي قناه النادي الاهلي في كل مكان. سهره جديده من سهرات رمضان، ولكن المره دي مع فريق كره بالنادي الاهلي وتدريبات قويه وبدون راحه استعدادا لمباراه المصري ان شاء الله بعد غد الثلاث ان شاء الله 9:30 على استاد اسكندريه. الحقيقه مستر بيتسو موسيماني قرر يقود تمرين النهارده من غير راحه، يعني ده خصوصا ان احنا عندنا ضغط كبير في المباريات الفتره القادمه، وكمان بعد المباريات اللي فاتت كان لازم يتكلم في كل الايجابيات والسلبيات ويتمرن على اكتر من استراتيجيه وطريقه لعب مختلفه. يعني الحقيقه الاهلي الماتش اللي فات قدم مباراه قويه جدا امام فريق انبي، قدر انه يتفوق على فريق انبي بنتيجه 3 أهداف مقابل الهدف. مباراه كانت كبيره جدا لفريق النادي الاهلي، قدرنا نحسمها في الشوط الاول. كمان كان فيها عوده 2 من اللاعبين اللي كنا دايما بنحب نشوفهم، كابتن رامي ربيعه وكابتن سعد سمير. الحقيقه ده اول عوده للثنائي الدفاعي مره ثانيه من الاهلي منذ يعني حوالي سنة 2017، كان آخر مرة لعب فيها اللاعبين جنب بعض في الملعب. دي كانت حاجة كلنا خلتنا فرحانين ان احنا نشوف كابتن سعد سمير وكابتن رامي ربيعة يلعبوا ويقودوا فريق النادي الأهلي، قدموا مباراة قوية جدا. كمان المباراة شهدت تألق الناشئ الصاعد أحمد نبيل كوكا، اللاعب كان بيلعب في مركز الباك ليفت، بصراحة قدم مباراة قوية، وهو معروف عنه الرجولة وانه بيأدي لحد آخر دقيقة. مستر بيتسو موسيماني كمان كان بيجرب اكتر من طريقه لعب في المباراه، كان عمل تغييرات كتير في بعض المراكز، كان بيعمل روتيشن بين اللاعبين، وده لما صرح وقال انه الفتره اللي جايه عندنا حوالي 8 مباريات في فتره قصيره جدا، كان لازم انه يعمل كده. الاهلي يعني بعد مباراه المصري يوم الثلاث عندنا مباراه الجونه يوم 30 ابريل، وبعد كده تنتهي مباريات الدور الاول للدوري المصري، بعد كده نرجع تاني للدور الثاني مباراه الاهلي وغزل المحله يوم 2 مايو، والاهلي والاتحاد يوم 6 مايو، وبعد كده الاهلي الزمالك يوم 15 مايو، وبعد كده الاهلي يرجع تاني يستعد لدوري ابطال افريقيا وطبعا السوبر الافريقي. فعندنا ضغط رهيب من المباريات الفترة القادمة. يعني إن شاء الله الأهلي كالعادة بروح الفانيلا الحمراء وبروح لعيبة النادي الأهلي كالعادة يقدروا يعدوا المرحلة دي ويعدوا ضغط المباريات إن شاء الله بجميع النقاط زي ما احنا متعودين. الأهلي بيدخل المباراة في المركز الثاني برصيد 33 نقطة وليه 2 مباراة، مباراتين مؤجلتين. أما المصري في المركز الرابع برصيد 29 نقطة، بيدخل هو كمان المباراة دي عايز الثلاث نقاط، مش مباراة سهلة خالص، لا هو المصري عايز يضمن إن هو يطلع المركز الثالث ويضمن مكانه في المربع الذهبي. ان شاء الله كل التوفيق للنادي الاهلي. بالنسبه للغيابات، فكمان كنت بتكلم مع دكتور احمد ابو عبله قبل التمرين، لاكد لي على ان محمد شريف جاهز بشكل طبيعي جدا، ويمكن التمرين التبديله اللي كانت في مباراه انبي كانت بس للاطمئنان على اللاعب، لكن اللاعب جاهز بشكل طبيعي للمشاركه في مباراه المصري. ايضا عندنا الغيابات جونيور اجايي، علي معلول، محمود وحيد، ياسر ابراهيم، محمد هاني. يمكن دكتور احمد ابو عبله قال لي ان ياسر ابراهيم ومحمد هاني ان شاء الله في خلال اول اسبوع القادم هيكونوا متواجدين، النهارده هيشاركوا في فترات اطول في التمرين غير التمرينات اللي فاتت. كمان غياب كريم نيدفيد ومحمد محمود ومحمود متولي وحمدي فتحي. اما عن بدر بنون، اللاعب جاهز بشكل طبيعي في التدريبات، ولكن النهارده مستر بيتسو موسيماني قرر انه يريحه، يعني هو ريحه في مباراه امبي، والنهارده كمان قرر يديله راحه عشان الاجهاد العضلي. كمان ايمن اشرف ان شاء الله هيكون متواجد مع الفريق بشكل طبيعي جدا ان شاء الله اول اسبوع القادم. يعني غيابات بالجمله واصابات بالجمله في فريق النادي الاهلي، ولكن الاهلي بمن حضر، وده اللي النادي الاهلي عودنا عليه. كابتن سعيد حفيظ كان ليه تصريحات النهارده قال ان هو النادي الاهلي ما طلبش تاجيل مباراه القمه، ودي كلها اشاعات متداوله على مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا، وقال كمان ان احنا دي اول مره نشوف ضغط كبير للمباريات لفريق النادي الاهلي، ولكن عشان المؤجلات وعشان طبعا مشاركه النادي الاهلي في دوري ابطال افريقيا. وقال كمان كابتن سيد ان مفيش اي، يعني الفتره اللي جايه مفيش اي نفى وجود اي تعاقدات مع لاعبين، ولو في اي تعاقدات مع لاعبين هيكون في دراسه للموضوع ومناقشه واتخاذ القرار المناسب. كل التوفيق لفريق النادي الاهلي ان شاء الله في الفتره المقبله. زي ما قلنا عندنا مباريات كتير جدا، لازم النادي الاهلي يركز في كل نقطه مش بس في كل مباراه، مفيش فرصه ان احنا نفقد نقطه في المباريات القادمه، وزي ما النادي الاهلي معودنا دايما الاهلي بمن حضر. دي كانت الاجواء والكواليس لفريق النادي الاهلي وتدريباته الاخيره قبل الاخيره استعدادا لفريق المصري. لو في اي استفسارات او اسئله انا معاكم، عوده لكم مره اخرى في الاستوديو.
بشكرك زميل عزيز مينا ماهر، وكل سنة وانت طيب طبعا، وشوفنا